السلام عليكم. النهارده بقى هنعمل محشي، بس هعمل محشي باللحمه المفرومه واعمل صينيه رقاق. يا سلام، هنا بعصب لحمه، بصل ولحمه، هديها بقى شويه بابريكا، حط له وشوشه، شويه فلفل اسود اهو، شويه ورق لورا مطحون، رشه روزماري صغيره كده اهو، ونحط بقى ملح، ونعصج اللحمه كويس. بعد ما اعصجها هاخد حبه للرقاق والباقي هحط عليه الطماطم واسيبه يتسبك عشان خاطر نجهز حشوه المحشي. حلوه كده. عايزه اقول لكم المحشي باللحمه المفرومه ده حلو قوي. طبعا ورق العنب في ناس بتعمله باللحمه المفرومه، بس بتحط اللحمه نيه على الرز بقى من غير طماطم، بيبقى حلو جدا برده. خايفه اعمله محدش شافه، فده اعمله بيني وبين كريم بقى في بيتنا هنا لما يبقى ايه بعد رمضان، وعايزه اخد الصوم تاني خلاص كلها بكره وبعده. هنا نقص لحمه اهي من الرقاق، انا بتاعت المحشي دي بقى اديها شويه صلصه ورز، ده الصوص الاول تتسبك، وبعد كده نحط بقى ايه الرز والصلصه. كفايه كده، حلو قوي كده. ادي بهارات المحشي اهو، بس كفايه كده عشان هي فيها ملح. يلا نحط بقى ايه الرز والخضرة عليه. حط الرز الاول اقلبه، وبعد كده اروح حاطه الخضرة ونحشي على طول. اسبقني يا امي اسبقني عالدنيا الحلوة اسبقني. ده اللي هو مين بقى المفروض يسبقك؟ كراميلة قلبك. في حاجة اهي؟ كراميلة قلبك؟ في مكتة رز الضحى. هيسأل عليها كراميلة. النهارده عاملين رز الضحى. النهارده عاملين رز الضحى ورز الساعة اهو. الضحى والساعة. ممكن اعمله مصنع رز كيمو. وحبة حبة. كيمو وانتيمو. دهنتي سمنة كده اهو. رقاق من أسوأ انواع الرقاق ده، باين من تقله، اقسم بالله باين. يا لهوي، كترت كله رميه كل مره، باين من أسوأ انواع الرقاق. مش خفيف، لا 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 لا. تقيل تقيل كده، وحالته من البلد اسود محمل كده. روح ماسكه كترت كله رميه بتاع كل رقاق، عشان مهما تديله شوربه ما بيطراش، ما بيطراش ووحش. بص الرقاق بتسعى على كده في الاخر. بس ما عندهاش ضمير، مع ان الكيلو مش رخيص يعني. بص شايف؟ ايه ده؟ دي ما تنفعش اصلا. لازم الشوربه تكون بتغلي علشان خاطر اللي عامله ده، اقسم بالله ولا يفهم حاجه في شغلته الرقاق خالص. كنش العيب من الدقيق؟ لا، هو مش فرد كويس. الدقيق الرقاق اصلا عباره عن فرد، تقعد تفرد. هو عبله واديله. والتخان بص بص فرد على دي، بص تخين اهي. بقى الطبقة الثانية وخلاص على كده، وحطها في الفرن. كده بحطها في الفرن من دلوقتي، سيبها تستوي براحتها. اهو بص تقيل قوي، تقيل تقدمي طبعا. بص باين اصلا ازاي مصفر. وحشنا ده بقى ينفع يتحمص يتحط على يتعمل دمه عادي، لكن رقاق لا. خلاص انا هحطها في الفرن. ادي خلطة المحشي اهي، بدأنا نحشي اهو. بس احنا عدينا الارض بس اهو، ونحشي حبة ورق عنب كمان.
محشي على النار، نتبت بقى شويه الفراخ اهي صفيها بس. بسم الله. صوت الليمون هكذا وصوت لسعه من المعده النهارده. فلفل شوية، فراخ خلطة، فراخ، ملح، وقلت كويس. ويلا بقى في طاسة على الطباخ نشوح. بسم الله. الطاسة اهي حتة زبدة، تعالى يا باشا بقى، يلا خد يا باشا. الزبدة تسيح هتقع. الله، لا انا موسى هاكل محشي. الله، يلا يا باشا. مين هو سيدي يا سيدي؟ بسم الله. شوية ملوخية. خلاص بصوا بصوا منظر عامل ازاي. خلصنا وخلصنا. حلو يا صدفة، ما تغريش هدومك. بعد الفطار هيطلع لو انت على الحسين نشحن. عارف كان كريم بيقول لي ايه؟ عارف كان كريم بيقول لي ايه واحنا قاعدين تحت؟ ما شاء الله. قولي بجد والنبي. والنبي. كان بيقول لك ايه؟ ان شاء الله كريم. عليك عليك ولا عليا؟ لا عليك انت، انت حد يعرفك. ماشي. باجي يسجل لي اسانسير. لا انا هطلع الاول العشاء. لا يا محمد لا مش استنى تنزلي. لا انزل. السلام عليكم، قفلت الفيديو. السلام عليكم يا فنزات. نسرق حته رقاق ونقفل. ايه ده الكاسه بتاعتك دي؟ ماشي يا صدفه، انزلي يا صدفه. لسه ما فطرناش يا جماعه، الساعه داخله على 7. خلصنا يا باشا.